مرحبا. كتل هوائية حارة جداً مصدرها شبه الجزيرة العربية عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، عم بتأدي لارتفاع قياسي بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة عالية جداً على الساحل. حرارة مرتفعة بكافة المناطق، رطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا حار جداً مع درجات حرارة مرتفعة ممكن تتخطى 35 درجة على الساحل و42 درجة بالبقاع مع غطيطة على الجبال خلال فترة الليل. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 31، على المرتفعات 24، بالبقاع 19 والأرز 16 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 33، طرابلس 35 درجة، الأرز 27، 29 بالعقورة، عرسال 38، كفردبيان 27، الرابية 33، أرز شوف 30 درجة، صيدا 35، والنبطية 33 درجة. رطوبة بتتراوح بين 60 و90%، حرارة سطح المي 29، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف راح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثة بتتراوح بين 31 و35 درجة، الأربعاء بين 30 و34، أما الخميس فبتتراوح بين 29 و33 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ونبدأ جولتنا مع الكويت و49، القدس 34 درجة، طرابلس 34، الجزائر 30، ومننهي الجولة مع روما 34 ولندن 21 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.